قعد فخر الدين الثاني السنوات الخمس بمنفاه الإيطالي بمدينة فلورنزا، مطرح ما شاف عن قرب الحياة بالمدن الدول الإيطالية، وانعجب بالمصارف والخزينة المركزية والجهاز القضائي المحلي والجيش المحلي. مع أنه قال ميديتشي ما كانوا بحالة كتير منيحة، ولكن كوزيمو الثاني الدوق تبع توسكانا الأكبر بفلورنزا وراعي ملك إسبانيا فيليب الثاني كانوا يشوفوا الأمير العربي على أنه حليف ثمين لمد نفوذهم بالشرق الأوسط. وبس رجع الأمير بأيلول سبتمبر 1618 ركز على توطيد سلطته على كل جبل لبنان واستعادة الأقاليم اللي خسرها. بهداك الوقت كان السلطان عثمان الثاني مشغول بتعزيز سلطته بعد ما استلم الحكم بإنقلاب. بأول سنة 1621 كان فخر الدين قد سيطر على منطقة بشراي وأخضع مقدميها الموارنة، وهو عم بيحضر حاله السلطان عثمان الثاني ليعمل حملة تأديبية على جبل لبنان بيتم الانقلاب عليه من قبل الانكشارية سنة 1622. بال 1623 بياخد فخر الدين عكار من آل سيفة وبيتقدم نحو صفيطة وبياخد حمص وحما، وبعد ما بتتم السيطرة الكاملة على جبل لبنان بيجابه آل حرفوش وبيسيطر على البقاع، وبيتحالف والي دمشق مصطفى باشا مع آل حرفوش وآل سيفة ضده، إلا أنه فخر الدين بيقدر يشرزم قواتهم المشتركة بمعركة عنجر بتشرين الثاني نوفمبر 1623. خلال المعركة بيوقع مصطفى باشا بالأسر وبيحاصر فخر الدين عاصمة الخرافشي ببعلبك، بحيث بفوتوا رجاله على نهب المحاصيل الزراعية بسهل البقاع. ولما بيوافق فخر الدين أخيرا على إطلاق سراح والي دمشق بياخد بالمقابل استعادة التزامه على الأقاليم الفلسطينية اللي انتزعت منه بصفد وعجلون ونابلس. ولكن اعتبرت السلطنة بهديك الوقت انه فخر الدين تمادى بتوسعه وصار يهدد السلطنة بدمشق، وبذات الوقت وقدام عيون السلطنة هو عم يتلقى الدعم العسكري والمالي من توسكانا لمشروعه الانفصالي عن الحكم العثماني. وبال 1633 بيكلف الباب العالي كجك باشا والي دمشق بتصفية الامير، ولما بتتحرك قوات العثمانية ضد فخر الدين توقف الامدادات من توسكانا، فبيضطر الامير انه يستسلم وبيتم نقله على اسطنبول مطرح ما بينعدم شنقا ب 13 نيسان 1635.